نكو انجلش كنا قوم برمين يا عمر سيد باك يقرأ انجلش اما موسى كوحر اما قدوبي اقل كسرا كوحر اما رئيس الوزارة كوحرين كوحر مركا الله يدى حكومة دا وحكاقة بانيسا حتى حكومة دا عدقا مركا ورا وحكاقة بات الله عليك القلاشك وما عدقات بات دوني ساي كان عستدان ما تهيدي نكا قاتك انت بدان كشاقيا اف بي ايضا مرايكك وكدب قلبيه انا قل بريه انا دان كشاقيني ولذلك اسمي العرب سيستوي انا الحين يبقى صحافة وحان وغبتي حال انه بقى يسوعي سيستلي لاد وحو جيري محمد بيان بيقى شيقيا محمد اسم النقان ورنتي صورت اسم النقان تيسك عرهيس يقانان ورطة سيستوي نكا بيان تشيقا دفور كيسي كتالا نوالو بعضك هذا سمت كل دقالي نك بنت الشيء يا سيسوي وادقة حانكو عدين يا ند بنت شيء خرت واحد دكانته أتك اللي يداه سندوورد كرين ها جاردن واحد دكانته الدبقة الدبعات واحد دكانته قلقة الدبعات حالي اللي بدنا نكون في الدين وانوح أنا زعفت وحرر أنا صوب بديجي لكن هذا بيم بأو صوب بديجي سا وحيالا بدن بعد مرت وحاتي اللي بدأ إنه مينس نقان قرمي هذا نهيه نكيل لس عنو ديويمي قرمي هذا نهيه نكيل جرجي يقول الشري والرجي مرخاتي أشا هرجي شو تشوفان كون قف بين لتشوفي اللي بدأ إنه كلي مال سلمان نقلني كون قف بين لتشوفي وروح هذا قالها اللي سيقار وروح هذا ربتين القات كشخص شوف ورقد عاد وسارد الدولستي هو ذاك السوق عادتي ما إنجليش كذا نقول ميا ذا نخرين بالوقت هو حكوا قرن ديارة كوا قرن تفر ديارة كوا قريهين يو إن هي قاد كم يروق كوا قريه بالوقت كلا إيه حتى هذا إنجليش كذا قون تقف في آخر ده سيستوي هذا بيشي قصد بنهرنو يكشى ورقد عاد سوق وسطي سيست أفر ديارة بوليه وما قرأ سيستا اون باقات كيني كراك وغو قرن بينالا مرخاتيكي شوفو غيا ورير جيسو ورقاد دوو اخريا ما وحا انشيغا يكو قرنادي مساكو ما قرن ورنكا وحا انشيغا يا حدانا كو قرن ووحا لوفو صحيقات اي تاي انا يحين انا كاكرتران سيستوي شركة وحادو عادي رئيس الوزاري هي آدل هايد رئيس الوزاري كوغين كي آدل هايد قاد بو يحلى سجادو آتي هذا سمال لنا وتكسرت كورمات كان حسدان لغت ميادة نهاي نكي كل هاد ديغان كوتري سنة كي دو تانا دعاية لدورون وهي ميادة نهاي سيستوي كورمات نادر لغت بغان عسدا سيستوي هرتا أقون تار إدا نينا سي إد حسين سامترتو dowladdi waad ceebaysay anagu qaad ku horeysay ka deenay waad naceebaysay anagu qaad dhowr sano ka horba iska day wiilalan adeerahay baa ku shaqaysan jiray ee wiilasha markaas soo weerartay baan soo baxay way ila yaabi doontaa ummadii aan ku qaad ka wan iska day sisteeray soo galiyay inaan qaad ka hadlanaa soo galiyay anaanu qaad wala leeytumiya ka xishoon ya qaad bayna ka hadlo warsistoy بين وحك وقفلن إن البيش اللي سانك وقع الدين يا ورواق ذا تولستي هود كوقرتي عمر سيد كوقري وحو كوقري نكا وح وحن قات كميروا رياهر جيسو تهدي لجوايو ورنك أنا كقدرن نكون إنجليش كنا قوم برمين يا عمر سيد بقى كوقري إنجليش ورتو ورقد آخر سو ورياهر جيسو ورقد ويا وحال كحمر كلبات كوع الدين يا وحاتي لي وحن شو إست أفريقيا ورمت شوكتي مر هدي كقرار أنا سو مبدأ دوني سدوا لغو تير سنة ذا ورنا هذا كمرة مرضو أنا روسي كرم حبي أنا قوته وروحات دقت هاي بلكا قبر آد مرخاتي أخد دقت هاي وروا قبر شرف له صار أنا هو تلبا سكولا صورته صدع عشاك هرب سكولا صورته وسيستوي
ninka qaadka inta badan ka shaqeeya FBI da Mareykanka uu ka daba galbeeyay anigu bariyahan aan ka shaqeynay wulaha ismaayil arab sistoy sistoy badada lahayn bad kashay maqulatahay inay arintu intaanteena ka fogaan inaa isaga dhex baxdo falaadi sigil gilasho kuma dhe warqada soo qaadatay ee Umar Sayid ku qoray ma waxa ku qoran Umar Sayid sista wuxuu leeyahay afar diyaaradood mise waxa ku qoran sista waxa loo xiray ee qaadka mirooga markaan taa ka soo gudbo horto mirooga laas aanood ka dega yaa cuna war hargeysa ma geeyo oo barbaro ma geeyo oo burca ma gooyo isaa wuxuu cunaa qaadka Ethiopia hartina wuxuu cunaa qaadka Kenya war harti baan qaad ku celiya guri isaaq leeyahay ma geeyo waxaa iga markhaatiya ree hargeysa ree barbara ree burco anigu nu way baana wax bala baan qarnaya hargeysa waan kala digay qaadka anoo maxamed jubtaawi jawaanadii maan dib uga soo qaatay war isaaq ba qaadkan cunin bal weydii magaalada intaad jeex martid bal weydii war waxaan harti baan u geeyaa laas aanood baan kala tagaa anigu waxaan ogolaaday waxaadan adigu ogolaateen gudoomiyuhu wuxuu watay liibaan adiguna waxaad wadatay adeys waday saddex nin isaaqada laas aanood ba qaadi karto runtii anigu de isaaq laas aanood ka sheegan maayo oo dadkii keenaya soo hor ka ciyay baaban ahaa laakiin dehunguri wax ka weyna mariyaa wuu dilaacaa inaa dheer warqadda aad kala soo baxday Umar Sayid waxaa kuugu qoran ninkaa wax loo xidhay qaadka mirooga malaa ingiliishkaada noqone shirka horta maxaad kaga qabashay xukuumaddaa ku dirtay markaad leedahay xukuumadda wax ka qabanaysa horta xukuumaddu daadiga markii hore wax ka qabato adaa ilbaabada lahayn garaacay ilbaabada lahayn sistoy adaa garaacay shirka waxaad u gashay raisul wasaare ku xigeenkaad lahaydaan isagaa dalka noo xidhay anuu abtibaanahay wiilka wax eebana iga tegi maayo gudoomiyaha aqalka sare isagana waxba iga tegi maayaan oo waa ninkaa dee weyne odayga ciddii ku xidhayba ama muusaa ku xidhay ama gudoomiyaha aqalka saraha ku xidhay ama raisul wasaare ku xigeenku ku xidhay halkan ceeb unbaa ka soo socota annagaa ka shaqaysan jirnay shan iyo toban sanaanu ka daynay daqiiqadaa doonaysa inaad uu qabsato uma suurtagelayso fallaal na gelgeliso kuma hadhe waxaa kala saaraya runtaad iyo beentaada inaad been ka sheegayso bilow iyo dhammaad nin weyn lama ilaa been baa sheegaysa ma rabin inaan kuu jawaabo sistoy dadku xunba maaho guri baayo miyaadan laas aanood igu imaan miyaadan gurigayga igu imaan miyaanay markhaati ka ahayn ilaa afarta nin baan la joogay oo reer Soomaaliland adigu ma ahayn anuu aqoontaada inuu wax ku falaya mayhi war laas aanood baad igu tahay oo qaad baad igala harash ilaahay baana sida igu allaadi gurgulasho kuma dhaqaad baad doonaysaay kancasadeena ma tihide markaad gulaha deegaan ku jirtaad kancasadaahay shalay bay ahayde annagu waa daba socotaa annagu waa ku daba socdaa adigoo Nairobi jooga saacaddan hadlay Nairobi jooga oo billi kaa degan oo qol kaa degan warqaadku waa si kale shaqada qaadku waa si kale sidaad u sahlanaysa maa anigu ma garanayo qaadku wax lagugu sheegay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.